اليوم رجعنا لكم، لقينا الدنيا محترقة على مرشح الإطار محمد السوداني ابن العمارة. الداخل محترق بين مؤيد وبين معارض، بس الخارج ما طلعت عطابته ودخانته. لكن ابن جيرانه بنفس المحافظة محمد الصيهود قال لنا القوة الدولية ما تدخلت أبد بحيث اختارينا إحنا. متأكد شيخ؟ مو أكو شيخ قال البارحة عرضنا على الجارة وما اعترضت. ليش 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 يا جارة؟ ردينا الاستشارة. هسه طلبت الإطار وفضت وجابوا مرشح عنده شعر مو أقرع. أقرع الجمهورية شو وقت يجي؟ أقصد رئيس الجمهورية أو الجماعة الأكراد يومي اجتماع وما ندري، احتمال يجيهم أوردر مثل الربع. بس غيات السورتش القيادي ينبافال يقول عندنا اجتماع ويا ربعنا بأربيل. والله كريم يا أخوان، ترى ما خاب من استشار. صدق على طار الاستشارات المنا ومنا، القوى المستقلة وينصف بها الدهر هم من شطرة يمين ويسار، خصوصا بعد رحيل الصدريين. تقول معلوماتنا ايه، هم رجعوا انقسموا، اكو بيهم ربع يأردون وزارات ومالات، اكو بيهم يريد يهوس بالمعارضة. كل هذا يقوله عدنان الجابري مو احنا، بحيث يقول الاطار ضربونا بوري بعد انسحاب الصدريين. قبل الانسحاب شيء وبعد الانسحاب شيء ثاني. شايفين بلوتنا شكبرها؟ سمعوا كم مشروع خمطن فلوسه. النائب محمد البلداوي يقول حجم الفساد وهدر المال العام الموجود بمحافظة صلاح الدين يسودن، بحيث 1250 مشروع بيه انخبط للستار. والكاظم يقول لقيت اسم وما لقيت مدينة. وأنا أقول ليش صار عليها حرب البسوس بين توم وجيري آل جبور. الفساد بالعراق باله كل شي بيه، بحيث الفاسدين صاروا لوتية بملفات الفساد. واليوم هيئة النزاهة كشفت لنا انه هي دازة على نائب اسبق يا بليش، صاحبنا طلع يخمط رواتب اثنين من حماياته، واصلا هم مخطوفين من زمن داعش. ومحكمة تحقيق نينوى تقول حصته بالسجن من سنة لسبع سنوات. أخاف أنتوا تنسجنون بمكان عيني. خلي بالأخير شوية نفيدكم عسى تتعلمون. اتصلنا بمظهر محمد صالح قلنا له شنو الحلول للعراق، بصراحة طروحاته حلوة، حكانا على السيادة الزراعية. احنا هم قلنا له شلون، قال لازم نسوي جولات تراخيص زراعية تشبه جولات النفط، ويا تعديل بعض البنود للنهوض بالثروة الزراعية وتأمين الغذاء والبيئة بآن واحد. يعني عارفين مظهر وراكض لي ورب الهوايش، وهذا صار وهذا الدهر.